بيقول لك الرسمه ديت بتبين ان المصريين القدماء هم اللي اخترعوا المصباح الكهربي قبل توماس اديسون. ايه الصوره الغريبه ديت؟ هم المصريين القدماء اخترعوا اللمبه؟ اول حاجه لازم تعرفها الصوره دي اتلقت فين. الصوره دي مرسومه على حيطه في معبد دندره. لو انت ما رحتش المعبد ده يبقى فاتك كتير جدا على فكره. اسمع مني اهو، واحد لف مصر بطولها وعرضها، وبقول لك فايتك كتير. ادخل كده خد لفه على الانترنت واتفرج على الصور بتاعه المعبد ده وانت هتفهم قصدي. تعالى بقى نفصل الرسمه دي حته حته. اول حاجه القاعده بتاعه اللمبه، طبعا هي مش قاعده اللمبه ولا حاجه، دي زهره اللوتس، واللي طالع من الزهره ده الساق بتاعه الزهره مش سلك نحاس. طيب اشمعنى زهره اللوتس؟ زهره اللوتس من الرموز المهمه جدا عند المصريين القدماء، وبترمز للبعث والخلود. طب اشمعنى زهره اللوتس بالذات؟ لان المصريين لاحظوا ان زهره اللوتس بتنزل تحت الميه لما الشمس تغرب، وبتطلع من جديد وتفتح لما الشمس بتشرق تاني يوم، وبالتالي فربطوها زي بقيه الرموز اللي بترمز للبعث والخلود، زي الشمس نفسها لما بتروح بتغيب وترجع تاني يوم، او زي نهر النيل لما بيجي الفيضان بتاعه كل سنه في ميعاد واحد ثابت. وعلى نفس النمط فالمصريين القدماء تخيلوا ان زهره اللوتس بتعيد او بتمثل اعاده الميلاد زيها زي الشمس. علشان كده ما كانش من الغريب ان احنا نشوف رسومات لناس ميتين وهم واقفين ماسكين زهره اللوتس وبيستنشقوا منها، كانهم بيستنشقوا العالم الاخر. هل تعلم ان اسم اللوتس بالهيروغليفي سيسن اللي جت منها اسم سوسن؟ يعني لما تقول لواحده يا سوسن فزي كانك بتقول لها يا لوتس. اما بقى الجزء اللي انت شايفه دوت اللي هو شبيه باللمبه، فده مش لمبه، ده عباره عن تجسيم لشكل الميه اللي بتبقى موجوده جوه الرحم بتاع الام، يعني بيمثل السائل الزلالي اللي جوه رحم الام. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، المصريين القدماء كانوا بيتخيلوا ان كل حاجه بدات من الميه، الكون ذات نفسه بدا من الميه، اول اله اللي كان اسمه اتوم طلع من الميه اللي كانت مغطيه الكون كله. كل البشر وكل الالهه لما بيموتوا بيدخلوا يا اما جوه الالهه حتحور يا اما جوه الالهه نوت، ويدخلوا جوه الرحم بتاعهم ويتولدوا من جديد في العالم الاخر. ولو جه في بالك الايه اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فانت كده ما بعدتش كتير عن الافكار اللي كان بيعتقد فيها المصريين القدماء. الايه الكريمه لخصت الفكره كلها، يعني الميه اللي انت شايفها في الصوره دي هي الكيس الزلالي اللي موجود جوه رحم الام. اما بقى التعبان اللي انت شايفه قدامك ده، طبعا ده مش سلك النور ولا حاجه زي ما الناس متخيله. التعبان ده واحد من اشكال اله حورس، وهو بيتولد من جديد جوه الكيس الزلالي اللي طالع من زهره اللوتس. طب امال مين الناس اللي قاعدين تحت دول؟ دول الهه بتساعد في عمليه الولاده. طب هتيجي تقول لي ايه عمود تسلا اللي موجود هنا ده؟ بص هو ده عمود فعلا، لكنه مش عمود كهرباء ولا عمود تسلا، ده العمود الفقري بتاع الاله اوزوريس. ايوه هو الاله اوزوريس اللي اخوه قتله. وبما ان اوزوريس هو رئيس العالم الاخر، فطبيعي ان هو يساعد في عمليه ولاده ابنه اللي بيتولد من جديد في العالم الاخر. ها لسه بقى متخيل ان الرسمه اللي انت شايفها قدامك دي رسمه لمبه؟ بص هو محدش يقدر ينكر ان الصوره دي غريبه، بس في نفس الوقت لو دورت وعرفت وقريت المصادر اللي مكتوبه تحت الفيديو هتعرف ان المنظر الغريب ده ليه معنى. والله كان نفسي اقول لكم فعلا ان المصريين القدماء هم اخترعوا المصباح الكهربي قبل توماس اديسون، بس يلا بقى اديسون كان حظه حلو. طبعا مش دي الحاجه الوحيده الغريبه اللي عملها المصريين القدماء. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتنشر الحلقه بين اصحابك وتعرفهم بالحاجات الغريبه اللي انت تعرفها عن المصريين القدماء. والى اللقاء في حلقه جديده، سلام عليكم.